لكينيا وضعها الإقليمي الحيوي، وهي دولة محورية كذلك، فمن الممكن أو يتوقع أن السياسات الإقليمية في المرحلة المقبلة تكون أكثر توسعا وتكون مشاركاتها أكبر. وقدمت عدة بلدان أفريقية تهاني لويليام روتو بأنه تولى زمام الرئاسة في بلد يعد محرك اقتصادي في المنطقة ونموذج للديمقراطية، بالرغم من أعمال العنف التي كانت تهدد العملية الانتخابية، ولكن الاستحقاقات الانتخابية مضت بسلام. ربما تواجه كينيا بعض المشاكل الإقليمية بأنه يكون عليها التدخل على الجبهة الأثيوبية، وبالفعل هي استضافت قمة أفريقية بتنسيق بين أبي أحمد وكينيا واجتماعات خاصة بالمعارضة الأثيوبية، وسعت للتوصل لحل بين الحكومة الأثيوبية بشأن إقليم تيغراي. ويواجه يعني روتو مسؤولية تعزيز دور كينيا في الإيجاد تجمع شرق أفريقيا الاقتصادي ودورها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الممثل لأفريقيا. كذلك ستواجه كينيا مشاكل جنوب السودان والصراع القبلي هناك والحروب الإثنية، خصوصا أن البلدين يجمعهما تعاون اقتصادي، وتراهن دولة جنوب السودان على كينيا في إنقاذ اقتصاد المتعثر بالتبادل التجاري المباشر، وعند اكتمال ميناء لامو الذي تعمل عليه الصين حاليا لتصدير نفط جنوب السودان من خلاله بدلا عن ميناء بشائر في شمال السودان.